نؤمن أنا شخصياً أنه إذا ما طورتش نفسك ما طورتش الحاجة اللي أنت تحبها مش ممكن تنجح فيها. لازم الواحد يحب الحاجة باش يوصل للهدف متاعه. لكن السكسي الكبير وهو أصعب شيء أنك ترضي الناس الكل، وهذه هي أهم حاجة في الحياة، أن تكون أكل السكسي ذاك بختجي بختو الماء ما غير ما الناس هذوك يعرفوا بعض. العلاقة هذه هي اللي خلتني نعيش السكسي كونتينو خلال 25 سنة طلوع على مسرح كرتاج. حوارنا جمع هادي مع صابر الباحث، الفنان التونسي الأكثر شهرة عربيا. الناس اللي مش نغني معاها أو مش يعزفوا معايا عاشوا معايا الفترة هذه الكل 25 سنة هما معايا. دونك سي ان بليزير بارتاجي ما بيني وبينهم. جيسبيغ كون الناس الكل قاسمني الفرحة هذه. On passera, inshallah, une soirée inoubliable. C'est un grand moment de plaisir. Zemna Neslikoul, Mistamtaoubi. Soit un compte Anna, ou un Thomas, Kajumbour. كرتاج يبقى عنده سحر وعنده خوف وعنده برستيج نتاعو وعنده كل حجرة في كرتاج تحكي على تاريخ وفي بارتي من تاريخ الفن تاريخ الموسيقى في تونس وتاريخ الصعود على مسرح كرتاج في دوراته الكل. فهذا يعتبر بالنسبة لي أنا قمة السعادة وما فماش حاجة أكبر من الإحساس اللي نحس به. إحساسي بيكم وكلامي كله ليكم. نتمنى ما نبعدش عليكم.